الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم بيت من؟ أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم بيت من؟ محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لأنه كان أناس من طلاب العلم يقول نريد نذهب إلى الدرعية ننظر على المكان الذي كان يدرس فيه ويجلس فيه وينام فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نريد نعرف المكان الذي كان فيه فلان من الناس. لا، هذا هو دليل على الشرك. محبة الصالحين لا تكون بهذه الطريقة، لا، محبة الصالحين تكون بهذا. أن ابن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم بيت الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب حتى لا أحد يذهب إليه ويقول ننظر. ماذا تريد من بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟